سلام صح اخونا، تفضل الميكرو، تفضل الميكرو. كسمك الله؟ عمر. سي عمر. سي عمر. سي عمر الله يرضى عليك، انت عندك الوالدين؟ عندي. ربي يبارك فيهم ان شاء الله. في زوج؟ اللهم من في زوج يا ربي يخليهم لي. امين. ساكنين معاك ولا بعيد؟ ايه معايا قريب. معاك في الدار ولا بعيد شويه؟ بعد علي واحد 15 متر هكذاك. اخر مره شفتهم وقتاش؟ اليوم الصباح. ايه برافو عليك. الله يعاونك انت يا والله، نستعرف بك. جزاك الله خير. السلام عليكم خونا، ارواح منا قدامي. كسمك الله. احمد. سي احمد. سي احمد الوالدين الحيين؟ الله يرحم ماتوا. اللهم ماتوا. في زوج؟ في زوج ماتوا. قل لي قل لي الله يرضى عليك. سي عمر والديه شافهم الصباح. وانت يا كيما عندكش والديك، واش اللحظه هذه بالذات لو كان نقول لك واش ما راك متمني من والديك؟ باش ندير الرحمه ان شاء الله، ربي يرحمهم ويوسع عليهم. لو كانوا حيين وكان زفو قاسي يمشي ان شاء الله. اللي عنده والديه يتصلى فيهم، اللي عنده والديه يتصلى فيهم، عنده والديه يتصلى فيهم. الوالدين ما كانش خير من الوالدين. راك بهم تدخل الجنه. ايوا لانه الوالدين تدخل الجنه. ربي يرحمهم ويوسع عليهم ان شاء الله يا ربي. شتوا الحسره، شتوا الحسره تاع سي احمد. ها ماذا بك لو كان تشوفهم درك ربع ثانيه ولا لا لا؟ ها في المنام نحاول نشوف في المنام واش تمشي، في المنام واش تمشي. سمعوا في سي احمد في المنام وباش تمشي، حب يشوف والديه يا لو كان في المنام. وحنا يا والدين معانا، والدينا معانا. روح تهلاو لي عند والديه تهلا فيهم. وعلى الكريم يقول ووصينا الانسان بوالديه احسانا. احسانا هذيك حرف الوا راهي امر، وا حرف ماهوش كلمه. وبالوالدين احسانا معناها امر، مش قال من فضلك ولا كان عندك الوقت ولا. وبالوالد الله يرضى عليك، الله يبارك فيك.